قمة الإيجاد في نيروبي دعت في ختام أشغالها المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدة كافية للحكومة الصومالية والدول المستضيفة للاجئين والتنسيق بينها لوضع الحلول الناجعة لقضايا اللجوء والهجرة والنزوح. وأكدت القمة أهمية مساعدة الدول المتأثرة بموجة تزايد اللاجئين الصوماليين لتمكينها من إيجاد حلول دائمة وآليات لإعانتهم في مناطق اللجوء. وشدد البيان الختامي على أهمية وضع معالجة جذرية قضايا اللجوء في القارة الإفريقية لصالح تعزيز الاستقرار الدائم فيها ومراعاة مساعدة الدول المستقبلة والوسيطة ودول الاستقرار بالنسبة للاجئين. تمت المصادقة على وثيقتين، إحداهما تمثل خطة تحرك والتي تعمل على تفعيلها القمة من خلال إعلان نيروبي الذي سيؤسس لإجراءات على المستوى السياسي تهدف لتعزيز الدعم المقدم للاجئين. ننتظر أن تنظم الحكومة الصومالية انتخابات وتشكل حكومة جديدة وإدارة جديدة تلتزم بالاستقرار في البلاد، ما سيمكن الصوماليين من العودة إلى بلادهم وإعادة أعمارها. وجدير بالذكر أن الإيجاد هي هيئة إقليمية إفريقية تأسست في العام 1996 وتضم كلا من جيبوتي والسودان وجنوب السودان والصومال وكينيا وأوغندا إثيوبيا وكذا إريتريا.